وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم أهلا بك، ضعنا إذا في آخر التطورات خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية وللتربية والعلوم والثقافة. نعم، منذ صباح اليوم بالفعل بدأ هذا المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي، وبالطبع بمشاركة الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة أيضا وبعض الجامعات الأجنبية التي جاءت تشارك بالبرامج الدراسية المختلفة وطرق تطوير التدريس والتعليم للطلاب من أجل مستقبل مشرق أفضل بالطبع للشباب بشكل عام. نتحدث بالطبع عن العديد من الجامعات الذين شاركوا بالفعل في هذا المنتدى منذ صباح اليوم، جامعات من كندا، جامعات أيضا من أوروبا، جامعات من دول أخرى أيضا شاركوا، ونتحدث أكثر عن التعاونات والبروتوكولات التعاونات بين ربما الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية مثل الجامعة المصرية اليابانية التي شاركت أيضا اليوم. نتحدث بالطبع نقلا عن رئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي الذين تحدثوا عن أهمية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تسعى فيه مصر خلال الفترة الماضية، وهذا هو بالطبع من تداعيات فيروس كورونا التي حولتنا للتعامل عن طريق التحول الرقمي والتواصل الديجيتال ميديا بشكل عام. كان هذا ربما من أهم المحاور التي تم مناقشتها اليوم، وأيضا كان هناك مناقشات مختلفة في الجلسات المختلفة على مدار اليوم عن تأهيل الكوادر وتأهيل الشباب للتعامل مع التكنولوجيا والتحول الرقمي وتجهيز البنية التحتية لهذا التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للشباب كما ذكرت من بعد. على هامش بالطبع هذا المنتدى أو بالتزامن مع هذا المنتدى بالطبع هناك الإساسكو أو المنظمة العالم الإسلامي للثقافة والعلوم التي بالفعل بدأت اليوم وتستمر حتى 10 ديسمبر بمشاركة 49 دولة مشاركة في هذا المؤتمر وهذا المنتدى على مدار يومين وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع هنا من العاصمة الإدارية. هناك بالطبع يعني جوانب عدة يناقشها هذا المنتدى، منتدى الإساسكو. نتحدث أيضا عن فكر محاربة الفكر المتطرف والتعاون على محاربة هذا الفكر والتطرف هذا، لأن السلاح الأكيد حالا والسلاح المتواجد حاليا هو سلاح التكنولوجيا والمحاربة أيضا بالتعليم والمعرفة. لذلك يتحدثون هناك دمج بين المنتدى العالمي للبحث العلمي وأيضا الإساسكو، لأن هناك دمج بين التطور التكنولوجي ومحاربة الفكر المتطرف عن طريق التطور التكنولوجي وتأهيل نعم. الكوادر وتأهيل الشباب عن طريق الدمج والتجهيز بشكل عام للمستقبل. نعم، شكرا جزيلا لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا في نشرة السادسة.